عم تتحضر الفنانة لطيفة التونسية لألبوم جديد رح يحمل توقيع الفنان والمبدع اللبناني زياد الرحباني، وقالت بحديث صحفي أنه الألبوم سيعيد إلى الأذهان نجاحات ألبوم السابق معلومات أكيدة يلي أيضا حمل توقيع زياد الرحباني. وكشفت لطيفة أنه عقدت عشرات الجلسات خلال الفترة الماضية مع زياد الرحباني للاتفاق على شكل أغنيتها الجديدة يلي من المقرر أنه تطرحها بالفترة القليلة المقبلة. وأشارت أيضا إلى أنه زياد يعتبر علامة من علامات الفن العربي عبر تاريخه، وبيتمتع بموهبة عظيمة جدا ما بيتمتع فيها ولا شخص غيره. تزامنا مع نجاح أغنيته بحبك من قلبي، دخل الفنان الوليد الحلاني إلى الاستوديو، حيث على ما يبدو عم يوضع اللمسات الأخيرة على عمل فن جديد. وشارك الوليد المتابعين بفيديو أثناء توجهه إلى الاستوديو للتسجيل دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول العمل. حققت الفنانة إليسا رقم قياسي بتاريخ الفن العربي، وحصلت على 1 مليار مشاهدة عبر اليوتيوب من جميع أغنياتها يلي طرحتها خلال فترة العام الماضي. وقد حصدت إليسا جائزة World Music Award للإمرأة العربية الوحيدة يلي تمكنت من حصد هذا الرقم. وشاركت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة إليسا لوحدها، إضافة لصورتها مع الفنان المغربي سعد المجرد، وعلقت وقالت إليسا تحقق إنجاز تاريخه وتصبح أول فنانة عربية تصل للمليار مشاهدة على منصة اليوتيوب بسنة واحدة.